لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، فاللهم لك الحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. في الأحاديث الصحيحة يقولون الرواة: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، ما شاء الله تبارك الله، لا يرد الناس، ويمشي في حاجة الناس، ويعطي للناس، وينفق عليهم صلوات الله وسلامه عليه. كان أجود الناس بالخير عليه الصلاة والسلام. قالوا: وكان أجود ما يكون. وقتاش؟ في رمضان. في رمضان يزيد الجود نتاع النبي عليه الصلاة والسلام. شو معناتها الجود؟ قلوها بالدرجة. يزيد الخير نتاع النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان. قال: حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. بكم جبريل في رمضان كان يجي للنبي عليه الصلاة والسلام يدارسه، يقرأ معه القرآن الكريم. جبريل يدارس النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي سبحان الله في رمضان يزيد الخير نتاعه والإنفاق نتاعه والإحسان نتاعه لشرف الزمان. شو الزمان؟ هو شهر رمضان. ربي ضاعف فيه الأجر، وربي يعطي فيه الثواب، وربي كثر فيه الحسنات سبحانه وتعالى. ولهذا النبي في أيام السنة كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان المبارك. وقد حثنا عليه الصلاة والسلام على الجود وعلى السخاء وعلى الكرم. يقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل، والناس نيام. أطعموا الطعام أيام السنة، أطعموا الطعام. فإذا جاء رمضان ضاعفوا من إطعام الطعام. فمن فطر صائما في رمضان، تفطر واحد في رمضان، الطعم الطعام في رمضان، كان لك أجر ذلك الصائم، تدي أجره دون أن ينقص من أجر الصائم شيئا. وربي في القرآن الكريم يقول: يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا الشهر هذا أكثروا من الصدقات، أكثروا من إطعام الطعام، تصدقوا. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أشكو إليك قسوة قلبي. يا رسول الله، نشكي لك قلبي فيه القساوة، لأن قلب المؤمن قلب لين رحيم. الرجل قال له: قلبي راه قاسي، أشكو إليك قسوة قلبي. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. طعم واحد مسكين أو جاي رمضان، قلبك تشكو قسوة القلب، امسح على رأس اليتيم، ضع يدك على رأسه، أو أطعم مسكينا. وفي رواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسح رأس اليتيم تقضى، وأطعم المسكين تقضى حاجتك. شحال عندك من حاجة حاب تقضيها؟ شحال من مشروع راه في راسك؟ وشك حاب تدير؟ حاب تدير هذه وتدير هذه. سهل الأمور بماذا؟ بالقربة والطاعة. قال: تقضى حاجتك. تقضى حاجتك إذا طعمت المسكين، تقضى حاجتك
إذا مسحت على رأس اليتيم. وفي الجزائر لما نكون صايمين رمضان نسمع كثير عن أهل الخير والبر والإحسان أنهم فتحوا مطاعم يقولوا عليها مطاعم الرحمة، مطاعم السبيل، مطاعم الخير. الحمد لله يا ربي اللي كاين هذا النعمة في الجزائر. وش هي المطاعم الخيرية؟ يقوم أهل البر والإحسان بالتعاون مع الجمعيات وبالتعاون مع الناس هكذا فيقيمون مثل هذه المطاعم. حتى أنني رأيت حتى في الطريق السريع من جهة الشرقية أو الغربية يديروا خيام، يستنوا الناس عند المغرب يوقفوهم يقولوا أركن السيارة روح تفطر معانا ثم واصل سيرك وسفرك. هاد الناس عندهم أجر كبير. من فطر صائما واحد برك واحد كان له أجره، يعني تدي أجر ذلك الصائم، والصائم لا ينقص من أجره شيئا. وبالمناسبة اتقوا النار ولو بشق تمرة، ساهم معهم، شارك معهم في هذه المطاعم الخيرية. قفة رمضان اللي راهم يديروها أهل البر والإحسان يديروا فيها مجموعة من المواد الغذائية يتصدقوا بها على الفقراء والمساكين والأرامل والمعوزين، يدخلون على قلوبهم البهجة والفرحة والسرور. في حديث قالوا للرسول أي الأعمال أفضل؟ شو الأعمال الأفضل عند ربي؟ قال سرور تدخله على مسلم. لما تعمر قفة وفيها جملة من المواد الغذائية وتعطيها إلى فقير، تعطيها إلى أرملة، تعطيها إلى مسكين، قفة ما شاء الله، فقد أدخلت على قلبه البهجة والفرحة والسرور. وعد هذا من أفضل الأعمال قربة لله سبحانه تبارك وتعالى. سارعوا، هذا شهر المسارعة في أنواع البر والإحسان والإنفاق. أنفق وما تحسبش، والله كما قال النبي، والله هكذا قال النبي، والله ما ناقص مال من صدقة. جميع المال اللي خرجنا منه صدقة والله العظيم هذاك المال ما هو ناقص. وربي ربي يعوض ويبارك وينمي ويعطي الخير الكثير. قال ربي حرم الله الربا سبحانه وتعالى، وقال ربي ويربي الصدقات. سمعت يربي؟ ينمي، ينمي. ولذا قيل عن الزكاة، الزكاة نماء للمال، يطهر بذلك المال وينميه يكثره. رمضان هذا ما تشوفش غير نفسك، انت كصايم وانت ربي الحمد لله كفاك، التفت وشوف من ورائك وقول كاين الناس من المسلمين والمسلمات في مجتمعنا ومش لاحقين، ما يقدروش، معوزين، فقراء، شدة المؤونة، قلة الحاجة، هيا نصرف لهؤلاء جزء من هذا المال في طاعة الله سبحانه وتعالى. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وهذه الصدقة اكتمدها وتمشي الأيام وتنساها، ولكن ربي تعالى ينميها لك، تكبر هذه الصدقة عند ربي، تكبر 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 حتى تجي يوم القيامة وتلقى الصحيفة نتاعك معمرة بالأجر والثواب. من جراء الصدقة التي أعطيتها في رمضان. فالصدقة شيء جميل، والصدقة في رمضان أجمل من باقي أيام السنة، لأن الله خص هذا الشهر، هذا الشهر خصه بخصائص لا تكاد تجدها في باقي الشهور. شوف كل يوم 30 يوم، كل يوم دير مبلغ في جيبك، غير يطلع النهار هاي الصدقة تعاد النهار، هاي الصدقة تعاد النهار. 30 يوم فيها صلاة فريضة ونافلة، فيها صيام، وفيها صدقة، وفيها بر،
وفيها إحسان وفيها طاعة وفيها قربة. يطلع ذاك الصيام كامل عند ربي سبحانه تبارك وتعالى. كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام فيدارسه القرآن. كي نعطوا الصدقة تطهرنا من البخل والشح والإقطار. زكي نفسك بالصدقة، زكي نفسك بالصيام، زكي نفسك بالصلاة، زكي نفسك بتلاوة القرآن، زكي نفسك بالأخلاق الفاضلة، زكي نفسك بالصلة الطيبة مع الناس. قال ربي في القرآن الكريم: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وفي الحديث الذي رواه مسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ربي آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وقال الله تعالى عن رسوله عليه الصلاة والسلام: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. الصدقة زكاة لنفسك، تزكيت أو زكيت نفسك من الشح من البخل من الجشع. وهذا هو المؤمن الذي نريده، وهذا هو المسلم الذي يحبه الله، وهذا هو الإيمان، وهذا هو الإسلام، وهذا هو الإحسان. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا الله وإياكم من الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار لله سبحانه. وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.